هي الزيارة اللي أحظى بها من طرف رئيس الجمهورية، وكما يقول الجزائريين، وأنا يعني حقيقة أعتز بهذه الكلمة واعتبرها يعني مصطلح يدخل التاريخ في معاملة الشعوب مع رؤسائهم، وهو عم يتبون. وهذه أنا حقيقة تشعر لي يعني تشعر لي الأبدان تاعي، لأنها يعني لأن ما نسمع لأنها تنم عن عمق حب هذا الشعب لرئيسه كأب وكعم بالقدر عن المنصب السياسي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.